هرد غير على الداعمين غير كده. نو الداعمين هما كل حاجة. الله ما أدري والله. بالنسبة للي بيكبس، هو في حد بيكبس وانا شايفة حد اصلا؟ انا عشان تلفت انتباهي كمكبس لازم تقعد ساعة تكبس عشان اشوف اسمك كتير، عشان تلفت انتباهي كمكبس، غير كده لأ. انما تعملي كده وخلاص على الشاشة، شكرا مش عايزك تكبس حضرتك. دي خليها لك. اقعد ساعة كبس. نطيت يا نهارني مش قادرة اموت. نطيتي انت بتعمل ايه يا نطيتي؟ بتضحكني والله يا نطيتي، انا بحبك اوي قسما بالله. نطيتي انت قفشني على طول كده. يا رب دايم يدخل ويخلصني من الاشكال اللي انا قاعده في وشها دي. يا رب حد دايم ينتشلني من ام اللايف ده. انا مش برد يا بابا، ما بردش غير على الدايمين بس. انا مش برد غير على الدايمين يا بابا. يا تقعد تكبس بقى ساعة، بقى ممكن ارد عليك بعدها ساعة تكبس ارد عليك. باي باي يا ابن اليمن، مش طالع منك حاجة. شكرا، مع ألف سلامة. بلكني بلكني يا ابن اليمن، انت كده كده مش داعم. مش هتدعم. مش هتدعم انت كده كده اصلا مش داعم. مش هتدعم اصلا. يا عموسة أرحب. عايز تبلكني يا ابن اليمن بلكني. ممكن تبلكيني وانا اكلف حالي وابلكك ليه يا ابو تركي؟ بلكني انت، انت اللي تبلكني انا ابلكك ليه؟ Mm-hmm.
والله اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يسيب اللايف. انا ما اجبرتش حد يقعد في اللايف، كده كده انتوا اصلا ما فيش منكم استفادة اصلا، ولا بتكبسوا ولا بتشيروا ولا بتدعموا. عادي يعني، مش فارق معايا، قلت لكم بصراحة انا اتغيرت، كده كده ما فيش منكم اي استفادة. فاللي مش عاجبه ديك ام اللايف يطلع يا حبيبي، يلا يسيب اللايف خالص ويمشي. شايفني ماسكة فيكوا النبي؟ انا مش عايزة كمالة عدد اصلا، مش عايزة ريتش اصلا، انا عايزة دعم. عيب معيب الا العيب يا اخويا، يا اخويا اللي مش عاجبه اللايف يمشي، اتفضل مع الف الف سلامة، والمركب تفوت جمل وهنكسر قلة وراه كمان. انت كده كده واحد قاعد مفلس، ما مش هتفيدني بحاجه، وانا واحده صاحبه لايف، انا عندي الدعم رقم واحد، انا الدعم عندي رقم واحد، انا واحده صاحبه لايف، بفتح لايف زي السمكه لما تبقى في البحر، يعني السمكه عشان تعيش لازم تكون في البحر، السمكه عشان تعيش لازم تكون بالبحر، عايشه في البحر. انا دلوقتي في اللايف لازم دعم، عشان ابقى اكون في اللايف تمام لازم دعم، لازم داعمين. مفيش داعمين يبقى انا مش شايفاكو اصلا، انت شخص عادي. وهندعمك ليه؟ عنك ما دعمت، انت اصلا عمرك ما هتكون داعم، ولا عمرك بتكون ليفل، لان انت واحد كحيان. يا ترى ميرسي، شكرا شكرا يا ترب، ميرسي. يعني انت بتسأل ليه وانت اصلا عمرك يلا ما هتشحن ولا هتكون ليفل اصلا، يلا يلا انت بتقضي يعني انت بتخلص الشهر بالعافية، يلا تلاقي تاكل يلا، عشان تقولني دعمك ليه. انا عندي يا حبيبي اللي يدعموني، عندي الناس اللي بتدعمني، عندي اصدقائي، عندي ناس جديدة ممكن تدخل تدعمني، دعمين. لكن انت واحد فاسية، انت زارت يلا. انت ناسنج. والله انا من دعمك ليه يعني، وان شميلك ان شميلك. انت طلبت منك حاجة؟ انا طلبت منك حاجة؟ انا ماسكة في تشيبة قلبك اقول لك بدعمني؟ خلاصي ان شاء الله. انت يا زبست سعيد قلبك، هما دول اللي الواحد يرحب بيهم، هما دول اللي الواحد يقول لهم كفو منكم، ارحب، نورتوا اللايف، الداعمين. لكن المفلسين ناسينج. اي واحد معهوش فلوس يشحن ويكون ناعم، انت ناسينج. بس باختصار انا في لايف يا حبيبي، انا في لايف، انا مش قاعدة اصاحب حضرتك على الكافيه، انا واحدة طالعة لم فلوس ونازلة تاني اشوف حالي بقى ومالي، مش طالعة احب فيك. واللي عاجبه عاجبه، واللي عايز يدعم يدعم برضو، اللي مش عايز براحته بكيفه بشوقه، انا ما جربتش حد على حاجة. من الاخر سكة ودغري. ده انا طبلتلكوا ومرهمتلكوا كتير، مش همرهم لحد بعد كده. ارحب يا عنقاء، محدش قالك ان انا فقرة اوي. طب وانا مال امي؟ طيب يا عم انا مالي يا عم، انا مال ديك امي يا ان ارحب يا انقن. اهو انقن ده داعم برحب بيها اهو، ازيك يا انقن، عارفاه متنوخ. الحمد لله كويسه.
انت واحد فقير، انا ذنبي اللي مخلفيني ايه يعني؟ بص اهو بيدعم اهو، ابعت لي بوسة احسن في الهدف يا انقل، ابعت لي بوسة. يا حرام تراني ابكي. استنى بيقول ايه؟ استنى وشوفه بيقول ايه. فقراء قوي قوي، بكرة نبقى قد الدنيا. تبقى قد ايه يا حبيبي؟ نوتتي هتموتني، نوتتي هتموتني بجد. البس للاخر. وديني راكتبها بعد كده في مقدمة اللايف، اللايف للأغنياء فقط، للداعمين فقط، للمفلسين لأ. زهقت منكم، ما زهقت من المفلسين، سنة ونص ما عنديش غير المفلسين. خلاص بقى مدام لا كده نافع ولا كده نافع، نجيب من الآخر بقى. ايه اقعد في اللايف شغلي لي اغنيه مش عارفه مين؟ انت منين يا غزل؟ انت عندك كام سنه يا غزل؟ احكي لنا قصه حياتك. مش عارفه ايه انا، مش انت منين؟ انت كذا. هو انت هتصاحبني يا اخويا؟ يا اخويا انا فاتحه لايف عايزه الدعم يا احا. انا قاعده بقعد بالثلاث اربع ساعات يا احا منك ليه؟ ما هونش على واحد.